هكذا كانت الصورة وهكذا كانت الأجواء. أريد ومن عاصمة زياني فضل إطلاق الجيل الرابع للهاتف النقال في انتظار التسويق التجاري للتقنية في غضون الأسابيع المقبلة. أريد الجزائر وكمرحلة أولى في الانتشار اختارت تلمسان، تيزي وزو وبشار كولايات هي الولايات التي التزم المتعامل بتغطيتها بهذه التقنية في غضون الأيام القليلة المقبلة. pour le décret exécutif. Nous sommes prêts dans trois wilayas, Tlemcen, Tizi Ouzou et Béchar. Le réseau aujourd'hui que vous avez vu, que vous avez testé, c'est le réseau commercial final qui est prêt pour le lancement commercial. Nous sommes déjà, nous avons dépassé plus qu'un tiers de la population couverte déjà en 4G, même avant le lancement. C'est le premier jour qu'on va commencer par ça. On attend la publication des décrets officiels pour le lancement commercial. Ces trois wilayas seront lancés le premier jour. فرع المجموعة القطرية للاتصالات المتنقلة بالجزائر التزمت بتغطية جميع ولايات الجمهورية بتقنية الجيل الرابع للهاتف النقال في غضون السنة الأولى من الانطلاق التجاري للخدمة. demander à l'autorité de régulation de le donner le feu vert pour les wilayas supplémentaires et on promet les Algériens qu'on va couvrir les 48 wilayas dans la première année pour la 4G. التجارب التقنية كشفت عن قدرة المتعامل عن بلوغ سرعة تدفق انترنت بسرعة تعادل 75 ميجا بايت في الثانية مع ضمان مجانية الانتقال من الجيل الثالث إلى الرابع، يعني استفادة الزبون من الخدمة الجديدة دون تكاليف إضافية. Le réseau actuel, الشبكة الحالية لخدمة الجيل الرابع عندها vitesse maximale théorique de 75 mégabits par seconde, 75 mégabits par seconde. تم التجارب اليوم أمامكم أمام الصحفيين وكافة الحضور وتعدينا تخطينا لنيفو دو 70 ميجابت بار سكون نحن بشكل تري تري بروش دو لا فالور ماكسيمال طبعا هي حوالي 10 مرات 10 إلى 15 مرة أسرع من سرعة تدفق الجيل الثالث وفي الأشهر القادمة بعد الإطلاق إن شاء الله خدمة الجيل الرابع سوف نمكن نجهز الشبكة شبكة أريدو للوصول إلى 150 ميجابت بر سكوند بور أريفي 150 ميجابت بر سكوند إن شاء الله. مراسم الإطلاق التي تابعها المئات على المباشر عبر صفحة الفيسبوك الرسمية للمتعامل لأول مرة شهدت حضور ممثلين عن سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.